احتفلت الطوائف المسيحية في حلب بميلاد السيد المسيح عليه السلام، واقتصرت الاحتفالات على إقامة الصلوات والقداديس ليعم السلام أرض سورية المجيدة. نحن ننادي العالم بأن ينظر بعين الحق والرأفة والمحبة نحو الإنسان. هنا في سوريا تعودنا أن نعيش المحبة، مسلمين ومسيحيين، وهذه حقيقة نعيشها ليس بالكلام. اليوم اجتمعنا لكي نصلي سائلين المولى أن يخلصنا من الجهل الذي يحاولون أن يصدروا إلينا، ومن قوى الشر التي تحاول أن توجد لها موطئ قدم في وطننا الحبيب سوريا. رسالتنا اليوم هي دعوة من أجل السلام، والسلام إن شاء الله آتٍ، سلام المصالحة والعدل، سلام الناس اللي بيعودوا لبيوتهم، سلام المخطوفين. منفكر خاصة بالمطرانين يوحنا إبراهيم وبولوس ياجي بعودة الراهبات والكهنة، وهي صلاتنا. نحن كل معاني الميلاد هي معاني السلام، انفتاح الأرض على السماء والسماء على الأرض. نحتفل بهذه الذكرى ونطلب منه أن يعطي السلام والمحبة لأبناء هذا البلد لكي يتفاهموا ولكي يتصافحوا ولكي يكونوا إخوة يبنون يدا بيد هذه الديار المباركة. كل عام وانتم بخير، والله يحمي بلدنا ويرجع السلام لبلدنا مثل ما كان. عم ندعي لسوريا، عم ندعي الله يحنن قلوب حاملي السلاح، عم ندعي لكل الناس اللي تهجروا، ان شاء الله بيعودوا لبيوتهم. كل عام وانتم بألف خير، وسوريا تضل بألف خير ان شاء الله. الله يحمي جيشنا، الله يرحم الشهداء ويخلي يحط السلام بالبلد. كل عام وانتم بخير، والله يحمي سوريا ويخلينا كل شخص عبريد يفدي دمه مشان هالوطن. هو مشهد خاص بسوريا، المسجد يعانق الكنيسة، وفي ميلاد السيد المسيح الصلاة كلها من أجل السلام والمحبة لسوريا وأبنائها. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب.